طيب بسم الله، الآن تبين أنه في الفيديو تاع الليكشر ريليتد في شابتر 12 أنه كان فيه بتأسف صار فيه مشكلة في المايك، والصوت ما كانش طالع من دقيقة 17 لدقيقة 26، وهو الشرح على الإكسل. فأنا بدي أعمل فيديو صغير، بدي أحل إكزامبل على عن طريق الإكسل، تمام؟ فالآن إحنا عندنا الإكزامبل هي، وهذا مظبوط، قلنا هذه المصفوفة X وهذه المصفوفة Y. المصفوفة X هي اللي فيها إيش؟ الداتا بوينتس كلهم، لما كانت X 1 2 في القيمة الأولى وكانت X 2 50 كان الريسبونس 9.95، اللي هو من الإكزامبل الأساسي، تمام؟ إذا إحنا ذاكرين من الإكزامبل الأساسي اللي هو الجدول هذا، تمام؟ الآن هذا الجدول بدنا نشوف كيف، كأني أنا بدي أحل هذا الماتريكس ابروتش باستخدام الاكسل، تمام؟ هاي الجدول هذا قدامنا، حيلزمنا الداتا بوينتس هذه اكس 1 واكس 2 وواي، بروح اخذ هنا انا من الداتا بوينتس بس اكزامبل 12 1، خلينا اخذ اكس 1 مع اكس 2 هاي 25 داتا بوينت، هناخذ نسخ كنترول سي واجيب هنا على اكسل، هاي كنترول ايش كنترول في، او خلينا نفتح اكسل نعيد الشغل بسرعه، خلينا نحط هنا كنترول في، تمام؟ وهنا بدي احط مين الواي، وهذه كانت من اكس 1 وهذه كانت من اكس 2، تمام؟ الواي هاي الواي كنترول سي، وهاي الواي كنترول في، خلينا هذا خلاص بنمشي اياه بنحط سيف. بس احنا نتذكر انه مصفوفة الاكسات لازم اضيف لها الواحدات على اساس ان في عندي زيادة البيتا زيرو، تمام؟ اساس تساوي الاعمدة في مصفوفة البيتاس. الآن أول حاجة بدي الإكس شرطة، الإكس شرطة هي معكوس المصفوفة إكس، هذا المصفوفة إكس هي فيها 25 سطر في ثلاث أعمدة، تمام؟ أول عمود وحدات، ثاني عمود اللي هو قيم إكس 1، ثالث عمود هو قيم إكس 2. الآن الإكس شرطة بدنا نقلبها، حيصير العمود الأول 1 52، بعدين العمود الثاني 1 18، يبقى السطر حيصير عمود. كيف نعمل هذه؟ نمسك العمود الأول وبنقول له إيش؟ نسخ. وبنيجي هذا مثلا في المكان هذا، نيجي بنقول له ايش باليمين لصق، بس ايش اقلب لي العمود سطر، هاي الاول والثاني نفس الكلام، لازم بقول له نسخ نفس الكلام تحتيه بس مباشرة عشان نحافظ على المصفوفات، اقلب لي العمود سطر، بعدين الثالث اللي هو عمود اكس 2 هقول له كنترول سي، اقول له تعال هان واعمل لي العمود سطر، فصارت هذه من الاكس شرطة، تمام؟ هاي الباور بوينت، هذه مصفوفة اكس وهذه مصفوفة اكس شرطة، لازم اضرب اكس شرطة في اكس، بعدين اجيب لهم الانفرس. هلاحظ ناتج الاكس شرطة في اكس هي عبارة عن الثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل بس من غير الرايت هاند سايد. بدي اعمل ضرب مصفوفات، بدي اضرب مصفوفات كيف بدي اعملها؟ عبارة عن عملية من العمليات الحسابية، يساوي ميم ترمز لماتريكس ترمز لمالتبليكيشن، الماتريكس مالتبليكيشن أي ماتريكس إكس شرطة هذه أخذها، تمام؟ أحط فاصلة منقوطة، انتبه هنا فاصلة منقوطة يعني مع الماتريكس إكس، وين الماتريكس إكس؟ هي، تمام؟ ونلاحظ هذا عبارة عن الأولى عبارة عن 3 في 25، الثاني 25 في 3، عدد الأعمدة في الأولى ساوي عدد السطور في الثاني، بتضبط عملية الضرب والناتج بيكون 3 في 3 اللي هو عدد السطور ها عدد الأعمدة لها. نسكر الجوز حيكون ضربها، تمام؟ بس إيش الضرب جاب بس العنصر الأول، عشان أجيب باقي العناصر للمصفوفة اللي هي عبارة عن 3 في 3 اللي فيها 9 عناصر، بضل 9 عناصر، تمام؟
بضل للهيد، بعدين بضغط F2 هيروح يرجع الفانكشن، بعدين بضغط مع بعض كنترول مع شيفت مع انتر. الله عايز يطلع لنا ايش المصفوفة هذه اللي هي عبارة عن مين؟ حاصل ضرب الاكس شرطة، وخلينا نكتبها فوقيها هنا، حاصل ضرب الاكس شرطة في اكس، هذه المصفوفة اكس شرطة في اكس. طبعا هذه الحالة عبارة عن اكس شرطة، تمام، وهذه مصفوفة واي وهذه مصفوفة اكس، تمام. الآن ظل عندي مين؟ اكس شرطة في واي، خلينا نحطها هنا اللي يساوي اكس شرطة موجودة هيها واي هيها موجودة، اللي ماتريكس مالتبليكيشن اكس شرطة وين هيها؟ فاصلة مضبوطة مع مين؟ الآن مع الواي، يبقى مع الواي، تمام. هسه أجيب الإنفرس وأضربها في المصفوفة هذه وتطلع. الآن الناتج المفروض يطلع إيش؟ هذا عبارة عن 3 في 25، وهذه 25 في 1، الأصل يطلع 3 في 1، يبقى 3 سطور عمود واحد، يبقى عمود واحد زي هيك في 3 سطور، أضنده وأضغط تاني F2 واعمل كنترول شيفت انتر، هيعبي لي ايش الـ3. لاحظوا هذا الشكل اللي شفناه، 25 ميتا 0 زائد 206 ميتا 1 زائد 8294 ميتا 2 بتساوي اللي هي سمشن لواي 725.82. بعدين نفس الكلام 206 ميتا 0، انا هذا مع بيتا 1 مع بيتا 2 بتساوي كذا كذا. بعدين هذه، لاحظوا هذه المعادلات اللي عملناها في الباوربوينت وطلعت معانا هيها مصفوفه، هذه اللي اكس بتساوي هذه، مظبوط، طلعت معنا بالشكل هذا في الاخر. الان على اساس احل بدي الانفرس للمصفوفه هذه واضربه في هذه، مظبوط، في واي، يبقى بدي الانفرس لهذه المصفوفه، يبقى الاكس شرطه اكس، مظبوط، انفرس. كيف بدي اجيبها؟ بدي اجي اعمل فانكشن يساوي ماتريكس انفرس، حرف الام للماتريكس بكتب جنبه بس انفرس، وظل الماتريكس اللي تجيب لها ايش الانفرس من هان لها، واسكر القوس هيجيب لنا اياها، بس جاب العنصر الاول نفس الكلام، يبقى برضه بظل 9 عناصر، هاي 3 اعمده في 3 سطور، F2 كنترول شيفت انتر جاب لنا اياها. ولاحظوا هاي الدياجونال، فوق الدياجونال العنصر هذا عباره عن 0 1، مظبوط، انا 0 0 0 1 0 2، انا 1 0 1 1 1 2. لاحظوا اللي فوق الدياجونال هذا فيها نفس هذا وهذا نفس هذا وهذا نفس هذا، يبقى في تماثل عندنا، تمام، في تماثل في مصفوفة الانفرس، وهذا اللي حكيناه في اخر المحاضرة هتلاحظوا، تمام. هذه نسميها مصفوفة سي، نسميها المصفوفة سي، كابيتال سي، تمام. الآن خلص ضل الأوتبوت تبعنا البارامترز اللي بدنا إياها، يعني اللي هي البيتا 0 والبيتا 1 والبيتا 2، إيش بتساوي؟ برضو ماتريكس مالتيبليكيشن، الإنفرس ضرب مين؟ حاصل ضرب الإكس شرطة في واي، يبقى هذه خلينا نكتب عليها هذه قبل، هذا عبارة عن مين؟ إكس شرطة في واي، جبناها من حاصل ضرب الإكس شرطة في واي. يبقى على أساس تطلع هنا البيتاز بنضرب ماتريكس مالتبليكيشن من الانفرس فاصلة منقوطة في مين؟ في هاي. لاحظوا هذا عبارة عن 3 في 3، هذه 3 في 1، يبقى عدد الأعمدة بيساوي عدد السطور، يبقى بظبط عملية الضرب، الناتج هيكون 3 في مين؟ في 1، 3 في 1، يبقى هنسكر، هاي طلعت البيتا 0، لاحظوا نفس القيم، هضلل F2 كنترول شيفت انتر، هاي بيتا 0 نفس القيم اللي طلعناها، هاي بيتا 1 وهاي بيتا 2 اذا انتم ذاكرين نفس القيم، بيتا 1 بيتا 2 وهاي بيتا 0، تمام. الطريقة سهلة جدا وسريعة كثير كثير، خاصة ان الاكس الجداول جاهزة والكتابة عليها سهلة بالنسبة للجداول، عكس الجداول سهل. وهي الانفرس عبارة عن يعني في عندنا امرين، ام مالت اللي هي ماتريكس مالتبليكيشن، وام انفرس اللي هي ماتريكس انفرس، بس
ضرب مصفوفات انفرس مصفوفات، بعديك بنطلع ايش القيم تبعت مين البيتس اللي هو الريجريشن بارامترز. تقريبا هيك خلص، يعني الشيء حيكون واضح وسهل. هيك طلعنا احنا القيم المعادلة تاعت الريجريشن، هيك حنقول واي بتساوي 2.263 في زائد هذا الكوستنت زائد 2.744 في اكس 1 زائد 0.125 في اكس 2، وهي نفس المعادلة اللي طلعت معنا. ويعطيكم العافية إن شاء الله.